2015 وكذا انطلاقة المبادرة الملكية مليون محفظة التي سيستفيد منها هذه السنة حوالي 4 ملايين تلميذ. وتعتبر هذه البادرة خير تجسيد للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها مهني قطاع التعليم وحرص جلالته على تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية. بعثة الأولى والتفاصيل. المبادرات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله متعددة ومتنوعة تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية وكل ما يهم الحياة المعيشية للمواطن في الحاضرة كما في البادية، والتي تتوخى تحقيق أهداف نبيلة سامية من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والحياة للمواطن. حتى غدت هذه المبادرات رؤية ملكية سامية وخارطة طريق واضحة المعالم لأجيال مغرب الحاضر والمستقبل. مبادرات تتعدد وتتنوع، ونقف اليوم عند واحدة من هذه الرؤى الملكية المتبصرة والهادفة لتطوير قطاع التربية والتعليم والتكوين المهني ببلادنا. هذه السنة ومن مدينة المضيق وتحديدا بمدرسة عمر بن الخطاب بعمالة المضيق الفنيدق بجهة طنجة طوان، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2014-2015، وكذا انطلاقة المبادرة الملكية مليون محفظة التي سيستفيد منها هذه السنة حوالي 4 ملايين تلميذ، مما يجسد العناية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوليها لإصلاح وتأهيل المدرسة المغربية بوصفها رافعة استراتيجية للارتقاء بالمجتمع ولتكوين مواطن معتز بهويته ومنفتح على القيم والثقافات الكونية، وباعتبارها دعامة حاسمة لمجتمع الديمقراطية والتقدم الذي اختاره المغرب، ومدخلا أساسيا لانخراط بلادنا الفاعل في مجتمع المعرفة، علاوة على محاربة ظاهرة الهدر المدرسي. وتهم هذه العملية التي رصدت لها هذه السنة استثمارات بقيمة 360 مليون درهم مجموعة أقاليم وعمالات المملكة، ويستفيد منها تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي، مع إعطاء الأولوية لتلاميذ العالم القروي ب 63%، كما تندرج في إطار مقاربة تضامنية تتمحور حول تعزيز البعد الاجتماعي للإصلاحات العميقة الجارية في عدد من القطاعات الجوهرية التي تهم بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين. المبادرة الملكية مليون محفظة تندرج كذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للدعم الاجتماعي للأطفال المتمدرسين وعائلاتهم، التي رصد لها هذه السنة غلاف مالي إجمالي تفوق قيمته 2,113,000,000 درهم. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضا برنامج الدعم المالي المباشر تيسير 778 مليون درهم، وبرامج تحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات ب 941 مليون درهم، والنقل المدرسي ب 34 مليون درهم. بادرة تعتبر خير تجسيد للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها مهني قطاع التعليم رجالا ونساء والمنظومة التعليمية الوطنية ككل، كما تعكس هذه الالتفاتة الملكية حرص جلالته على تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية بما يمكن الشباب من صقل مواهبهم وتثمين إبداعاتهم والاطلاع بواجبات المواطنة الملقاة على كاهلهم والمشاركة في مسلسل التنمية الشاملة للمملكة. تأهيل تجسد كذلك يوم 16 يوليوز الماضي من خلال تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي هو مؤسسة دستورية مهمتها تفعيل إصلاح قطاع التعليم عبر تثمين المكتسبات وتجاوز الاختلالات وبناء مدرسة في مستوى انتظارات وطموحات المغاربة. الموسم الدراسي الجديد ينطلق في خضم جهود لتطوير وتأهيل المنظومة التعليمية الوطنية.